شن قراصنة المغاربة هجوما ضد مواقع مصرية وكويتية ردا على ما يقولون انها اساءة للمغربيات في مسلسلات تعرض في البلدين بمناسبة شهر رمضان. وعلى اثر واقعة اختراق موقع وزارة الاعلام المصرية، اعلن اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري قرارا بمراجعة كافة البرامج والاعمال الدرامية لتأكد من خلوها من أي شيء يسيء إلى أي جنسية عربية، في حين عبر كتاب المغاربة عن غضبهم تجاه التشويه المتعمد للمغربيات في الأعمال العربية. مراسلتنا في المغرب إقبال الهامي تابعت تطورات الموضوع وأعدت التقرير التالي. حملة الغضب، ذاك هو الاسم الذي أطلقه قراصنة مغاربة على هجماتهم التي استهدفت مواقع مصرية وكويتية ردا على ما يقولون إنها إساءة متعمدة للمغربيات في مسلسلات تعرض في البلدين بمناسبة شهر رمضان. وقد اخترق القراصنة موقع وزارة الإعلام المصرية، ما تسبب في انهيار نظام الموقع قبل أن يعاود الاشتغال. وتقول رسالة القراصنة إن الاختراق سيتسع ليشمل مواقع مصرية أخرى. من ناحية النجاعة ديال هذه الحملات أعتقد أنها كانت ناجعة، والدليل هو اعتذار اللي قدمته دولة الكويت المغرب، تحرك الأخير للسلطات المصرية من أجل مراقبة الإنتاجات الدرامية المصرية وإخلائها من أي شيء قد يسيء إلى صورة الإنسان العربي فيها. وأعتقد أنه القراصنة المغاربة كانوا في مجمل الأوقات أوقات الأزمة كانوا يتدخلون. هي إذن حرب إلكترونية يخوضها قراصنة مغاربة، وقد انطلقت فصولها مع بداية عرض فيلم كرتوني على إحدى الفضائيات الكويتية، خلف موجة غضب شعبية ورسمية. وكان من تداعياتها اختراق القراصنة لأكثر من 30 موقعا كويتيا، بينها مواقع لدوائر رسمية عليا. وقد انضمت مدونات مغربيات لتلك الحملة في خطوة يراد منها رد الاعتبار لتاريخ المرأة المغربية وإبراز تفوقها في مجالات الرياضة والعلم والفلك والفضاء والدين. قررنا التصدي لكل المنابر الإعلامية التي تنال من سمعة المرأة المغربية، ونتساءل لماذا تتجاهل الدراما العربية التجارب الرائدة لنساء مغربيات، أقلها أن أول امرأة رفعت علما عربيا في القطب الجنوبي كانت مغربية. ليست هذه المرة الأولى ينفذ فيها قراصنة مغاربة هجوما على مواقع إلكترونية، لكنها أول مرة يتم فيها اختراق مواقع عربية. فقد سبق أن فرض قراصنة حالة دمار إلكتروني شلت مئات المواقع الإسرائيلية أثناء الحرب على غزة. يبدو أن القراصنة المغاربة قد استعادوا عن سياسات الاحتجاج الرسمية بشن حروبهم الافتراضية، وهم يقولون إن تلك الحروب لن تتوقف طالما ظلت الدراما العربية تسيء للمرأة المغربية.